كل مرة أقف مع حضراتكم واقفة كده، لكن في المقدمة بهتم دايماً بالتساؤلات اللي بتجينا على الصفحة. ناس كتير بعتة بتسألني على مجموعة أسئلة كده ما بين أنا عايز أقرأ وأنا بحب القراءة، لكن لما بمسك كتاب بيجيلي حالة ملل. أحياناً بشتري كتاب وبعد ما اشتريه ألاقي الكتاب مش شيق أو ما بكونش مبسوط وأنا بقرأ. أحياناً بشتري كتاب ويعجبني الغلاف وأفتح الكتاب من جوه بعد ما اشتريه وأدبس فيه ألاقي حاجة مش زي ما أنا كنت متوقعها. فإيه القاعدة اللي تعرفني لما أدخل مكتبة أو أدخل مكان متاح فيه كتب، إيه القاعدة اللي تعرفني الكتاب ده هيكون ممتع بالنسبة لي ولا لا؟ اولا خلينا نتفق على اكتر من حاجه. حضرتك وانت رايح تشتري كتب او متوجه ان انت النهارده معاك مبلغ وهتدخل الى المكتبه، او بالصدفه معدي قدام مكتبه او مكان بيوزع او يعني مكان لتوزيع الكتب او كده فهتدخل، لازم يكون عندك القاعده اللي في دماغك قراءاتك المفضله ايه. احنا بنقول التنوع مطلوب، لكن ما توصلش مرحله انه تروح تقرا حاجة تانية وبعد ما تبدأ تقراها تزهق فتقفل من المادة كلها أو تقفل من القراءة كلها، مش عايزين نوصل للمرحلة دي. فإحنا وإحنا رايحين نشتري كتاب أو رايحين المكتبة أو معانا مبلغ كل شهر بنخصصه لشراء الكتب، إن شاء الله الناس تكون بتعمل كده يعني، فالمبلغ ده حضرتك تقرر من جماع بقى قراءاتك والحاجات اللي على السوشيال ميديا، الحاجات اللي قريتها قبل كده، ايه نوع الحاجة اللي بتحب تقرا فيها. لا يختلف شخص من آخر على إن التاريخ من أكتر الحاجات المشوقة أو الممتعة، لكن في ناس تقول أنا لما بقرأ التاريخ بلاقي كله يعني تواريخ وأرقام وحاجات وممكن ما تبسطش فيه. اختار كتاب في التاريخ يكون بشكل في الرواية أكتر منه السرد المعلوماتي. أولا في روايات بتروح لحاجات تاريخية وبيبقى لها شكل واقعي، ثانيا في كتب بتعتمد على السرد في الأحداث التاريخية، دي بتبقى ممتعة جدا. طب عشان نوصل لده نبدأ ندور على الإنترنت، طبعا الموفر كل حاجة بالنسبة لنا. هتعمل بحث، ممكن تكتب مثلا سؤال في مجموعة خاصة بالقراءة أو الثقافة، أو تسأل على جوجل أو الحاجات دي، هتوصل لكتاب في مثلا حقبة زمنية معينة أنت عايز تعرف عنها حاجة، ولكن بشكل سردي أو روائي أو قصصي ممتع. الحاجة التانية، حضرتك وانت بتقرر تشتري كتاب او بتدور على كتاب لازم بعيدا بقى عن الثوابت بتاعة القراءة يكون انت محدد نوع الطريقة اللي بتحب القراية بيها. على فكرة في ناس بتحب تقرأ مثلا بشكل مبسط جدا، مش العامية وليس الفصحى الرخيمة، بيقرأ المادة الوسط اللي بين الاتنين، دول هيبقى لك كتاب مفضلين بيكتبوا بالطريقة دي. فممكن تتتبع خطى الكاتب وممكن تتتبع خطى المادة نفسها او طريقة الكتابة نفسها. حدد أهدافك قبل ما تنزل تشتري كتاب، قرر أنت حابب تشتري إيه، قرر أنت حابب تقرأ في إيه. ما تفكرش أو يغريك شكل الغلاف من بره أنه الله غلاف شكله حلو، يعني ده مثلا كتاب من الكتب القديمة والغلاف يعني مش قد كده، لكن لما بفتح جوه بلاقي المحتوى بتاعه محتوى راقي جدا، محتوى متسق جدا مع المادة، محتوى متناسق، فهتلاقي حاجات كتير تشدك وانت بتقرا، لكن ما تمشيش وراء الغلاف. وفي خدعه كمان لازم اقول لحضراتكم عليها، موضوع البيست سيلر او الاعلى مبيعا. احنا عندنا حاجه لطيفه جدا وناس كتير قالتها وحضراتكم اكيد عارفينها، انه اعلى كتاب اتباع السنه دي كان كتاب كذا لمكتبه كذا او لدار نشر كذا، اهم كتاب السنه دي، اعظم كتاب السنه، مفيش حاجه اسمها كده. دي بتبقى مجرد دعاية بتتعمل لهذا الكتاب بشكل ترويجي منظم أو مهندم جدا، فبتتسبب في أن مبيعات الكتاب بتكون كتير جنب خدعة أخرى بتتعمل. لكن ما تختلفش بقى على أن في أسماء بعينها كتابها أو كتبها فعلا في ناس بتتتبعها، لكن بعض الأسماء اللي بتكون مختلف عليها بشكل أو بآخر تلاقيه كتابه في البيست سيلر، تشتري الكتاب تقرأ الكتاب تلاقي مفيش حاجة، تشتري الرواية مفيش حاجة، مفيش حاجة عظيمة تستحق الانتشار ده أو تستحق الكلام ده كله. فهتقف وقفة مع نفسك، هو ليه على قائمة الأعلى مبيعا؟ لأن في ترويج وفي دعاية وفي ناس بتكتب قراءات خاصة بهذه الرواية أو بهذا الكتاب، حاجات بالشكل ده. قبل ما تمشي ورا البيست سيلر، انت عايز تقرا ايه؟
انت عايز تقرا لمين، انت عايز تقرا بكام، الفلوس اللي معاك تجيب كتاب ثمنه قد ايه. مبقاش نفسك تشتري مثلا كتاب عملاق جدا وانت معاك مبلغ بسيط فتحصل لك صدمه ان انا ايه ده مش فاكر. لا، اسال على سعر الكتاب قبل ما تروح، حدد اهدافك وادخل المجموعات الخاصه بالقراءه، مفيده جدا. هتلاقي ناس بتقول الكتاب ده كذا، او لا ده وحش، لا ده بيتكلم عن كذا، لا انا اتصدمت. هتلاقي حاجات التقييمات سواء على جوجل او على فيسبوك او غيره، هتقدر تاخد في خلاصه كل شهر انت عايز تقرا ازاي والمين وتشتري منين وتعرف المكان. فلما تنزل تبقى محدد اهدافك، ما تروحش تشتري كده ايه عشوائي وبعدين تتصدم فتقفل من الكتاب او الروايه او الحاجه اللي انت اشتريتها وتروح قافل من القراءه كلها. خلينا ايه نجر رجل بعض لقراءه سليمه.